سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. عواشركم مباركه. كيف ما كنعرفوا رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا يا رب. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي يكون مغربي بامتياز. غادي نشارك معكم سلو المغربي التقليدي على حقه وطريقه بطريقه سهله. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في تحضير السلو، بالنسبه لهذا الخليط هذا البنات سبق ليا وشاركته معكم في كل عام كنبغي نوجد السلو. بالنسبه للمكونات اللي درت فيه، عندي نص كيلو ديال الزنجلان محمر، نص كيلو ديال الكاوكاو محمر، ونص كيلو ديال اللوز اللي سبق ليا سلقته وقليته. عندي معلقه كبيره ديال السكر كلاسي، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال القرفه مطحونه. زدت معهم البنات شويه ديال المسكه الحره وديته عند العطار طحنوا لي كيولي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكميه البنات ما غاديش تقيدوا بالكميه اللي درت انا، يعني كل واحد على حسب الكميه ديال السلو اللي باغي يدير. عندي نص كيلو ديال الفرينه سبق ليا وحمرته على هذا الشكل هذا، نص كيلو ديال اللوز سبق ليا سلقته وقليته طحنته هرمشته على هذا الشكل. عندي نص كيلو البنات ديال الزنجلان رابعه خليته هكا حبيبات صحاح محمر، وعندي رابعه حتى هو محمر سبق ليا وطحنته. ثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاسي، عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال القرفه مطحونه. صافي دابا على بركه الله غندوزو لطريقه التحضير. وعلى بركه الله البنات غادي ناخذ شي قصريه اولا طباسل كبير على هذا الشكل. المهم لي غادي يسهل عليكم الخدمه، وغادي ندير هذا الخليط هذا اللي سبق ليا وطحنته عند العطار. بسم الله. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما درت الخليط اللي سبق ليا وطحنته عند العطار كامل في الطباسل على هذا الشكل هذا، دابا غادي نزيد نص كيلو ديال اللوز اللي سبق ليا وسلقته وقليته هرمشته على هذا الشكل هذا. بسم الله. المهم كيف قلت لكم البنات الكميه كتبقى على حسب كميه السلو اللي بغيتو نتوما ديروا. غادي نزيد ربعه ديال الزنجلان محمر ومطحون، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع. بالنسبه لحبه حلاوه البنات ما تكثروش منها بزاف راه كتمرر المذاق. وعندي معلقه كبيره ديال القرفه مطحون، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاسي. المهم كيف قلت لكم بالنسبه للسكر كلاسي كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، وبطبيعه الحال حتى هو على حسب الكميه ديال السلو اللي غادي ديروا. صافي ودابا غادي نزيد الطحين اللي سبق ليا وحمرته. بالنسبه لي انا البنات درت نص كيلو، وانتوما بطبيعه الحال كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا الصراحه كندير التقيوتات اكثر من الطحين. صافي ودابا غادي نبدا على بركه الله. بسم الله. نبدا نجمع هاد المكونات كامله مزيان. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما جمعت المكونات كامله على هذا الشكل هذا، هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزبده اللي سبق ليا وذوبتها. بسم الله. وغادي نبدا نجمع بها واحد الرويحه يا البنات، يا سلام، ديال حبه حلاوه والنافع والقريفه غزاله. هي كنشموا هاد الريحه ديال السلو البنات، صافي كنشموا الريحه ديال سيدنا رمضان الله يدخلو علينا وعليكم بالصحه والسلامه الصحيحه الصحيحه البناتيه كل شيء. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما زدت الزبده شويه بشويه على المكونات اللي عندي هما تجمعوا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نزيد ربعه ديال الزنجلان اللي سبق ليا وحمرته خليته هكا حبيبات صحاح، وغادي نزيدو هو اخر حاجه اخر مكون غادي نضيفو. صافي وغادي نوليه نخدم هذا الزنجلان مزيان مع هاد المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم.
هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما جمعت السلو اللي عندي كامل على هذا الشكل هذا كيجي القوام ديالو واحد الريحه البنات كتحمق القوام ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي معلق حتى الطريقه راه ساهله مهله دغيا جمعناه ما كياخذناش بزاف ديال الوقت صافي البنات دابا غادي نجيب الطبق اللي غادي نقدمو فيه اي باش نوريكم التزيين اللي غادي ندير بالنسبه لكم نتوما ممكن انكم تحتفظوا به وتبداو تجبدوا هكا شويه بشويه تزينوا الكميه اللي بغيتوا نتوما صافي البنات دابا خديت واحد الكميه كيف ما كتشوفوا معايا درتها في الطبق اللي غادي نقدموا فيه على هذا الشكل هذا نحاول انني نوزعوا على البيصل بهذه الطريقه هذه كيف قلت لكم البنات ممكن انكم تزينوا الكميه اللي غادي تاكلوا دابا البنات غادي ناخذ هذا الاطار هذا على هذا الشكل هذا المهم تزيين كل واحد غادي يزين بالطريقه اللي عجباتو هنايا عندي شويه ديال اللوز سبق ليا حتى هو قليته وهرمشتو على هذا الشكل هذا غادي نديرو بهذه الطريقه هذه ودابا غادي ناخذ حبيبات ديال اللوز حتى هو مقلي وغادي نبدا نديرو بهذه الطريقه هذه صافي البنات دابا من بعد ما درت اللوز على هذا الشكل هذا المهم الطريقه ديال التزيين كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد غادي ناخذ وريقات ديال الورد وغادي نبدا نوضحهم بهذه الطريقه هذه وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو بطبيعه الحال كل واحد كيزين الكميه اللي بغى بالطريقه اللي بغى كنتمنى ان طريقتي في تحضيره تعجبكم وتجربوها ولا عجبكم الفيديو والاقتراح ديال اليوم ما تنساونيش من لايك لي لايك والبارطاج الفيديو للقناه وعشركم مباركه نتلاقاو مع فيديو جديد باي باي.